السادة وسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. أمين عام محل حضرموت يلتقي نقابتي الكهرباء والتوليد لمناقشة قضايا الموظفين. محافظ شبوة يناقش تحضيرات عقد مؤتمر شبوة الشامل. مدير عام الاستثمار بحضرموت في زيارة للشركة العربية للإسمنت المحدودة. وحضور مشرف لليمن في منافسات بطولة آسيا للشطرنج للهواة بسلطنة عمان. كانت هذه أبرز العناوين، إليكم التفاصيل، أهلا بكم. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الميليشيات الحوثية. وذلك في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة بحضور جميع أعضائه. وفي المجلس هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس الشعب اليمني بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر. وتم في الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع أو الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدا تمسك جميع المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس وقيادات الدولة عن بالغ أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن في تمديد الهدنة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية. وأشاد بموقف المجتمع الدولي، لكنه قال أن هذا الموقف لا يكفي لردع هذه الميليشيات وداعميها، وحمل الاجتماع الميليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها. التقى محافظ محافظة شبوة عوض من محمد بن الوزير اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بعقد المؤتمر. وخلال اللقاء أشاد المحافظ بن الوزير بالجهود التي تبذل حاليا لإشهار مؤتمر شبوة الشامل لما له من أهمية في رص الصفوف وتضافر جهود الجميع نحو خدمة المحافظة والارتقاء بوضعها التنموي والخدمي، مشددا على ضرورة إشراك ممثلين عن كل القطاعات والفئات المجتمعية بالمحافظة في المؤتمر لأجل تأمين شراكة كاملة تحدد رؤى الجميع نحو مستقبل المحافظة وتنميتها. كما أكد المحافظ ضرورة التحضير الجيد للمؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدا استعداد قيادة المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاحه. ومن جانبهم استعرض أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهود التحضيرية التي تبذل حاليا لعقد المؤتمر ومؤشرات عن أبرز الوثائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها التي ستقدم في المؤتمر. التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي بمكتبه بالمكلا المجلس التنسيقي لنقابتي العمال بمؤسستي الكهرباء والتوليد بساحل حضرموت. اللقاء أتى لمناقشة قضايا واستحقاقات العمال والموظفين في المؤسستين، ووجه الأمين العام بحلحلة الصعوبات والاحتياجات، كما وجه هيئة الأراضي باستكمال الإجراءات وفقا للقانون. واستمع الأمين العام إلى مجمل القضايا والمعوقات والحقوق التي يطالب بها الموظفون وتحملها نيابة عنهم قيادة النقابتين. وأكد العمقي أن هذا اللقاء أتى بتوجيه من محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي حرصا على متابعة قضايا المؤسستين وأبناء المحافظة كافة، مشيدا بدور وجهود عمالي وموظفي التوليد والكهرباء خلال الأزمات المختلفة وفي ظل الصعوبات والمعاناة الحالية. وتم في اللقاء الاتفاق على رفع الإضراب واستئناف العمل في المؤسستين حرصا على استمرار الخدمة للمواطنين.
زار المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت محمد علي الجوهية الشركة العربية للإسمنت المحدودة بمنطقة العيون، والتقى الجوهية الرئيس التنفيذي للشركة وهيب العزب الذي أطلعه على سير عمل الشركة، وطاف بأقسام المصنع مثمنا جميع الجهود المبذولة من قبل القائمين على المصنع. وأكد توجهات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة مبخوت بالماضي على دعم قطاع الاستثمار وإعطائه الأولوية، وتحدث عن التزام هيئة الاستثمار بالمحافظة بتسهيل الصعوبات أمام المستثمرين بما يساهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية. بدوره ثمن الرئيس التنفيذي للشركة حرص هيئة الاستثمار على عكس صورة إيجابية في دعم المستثمر وتسهيل الإجراءات بما يحقق جذبا للمستثمرين إلى المحافظة. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي بمدينة سيئون ومعه المدير العام لمديرية سيئون محمد العامري المرحلة الأولى لمشروع توزيع منظفات وخوازن وبطاريات ومكيفات لأكثر من 200 مسجد مقدمة من مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال يمني. وأكد الوكيل السعدي دعم السلطة المحلية للمكتب بما يمكنه من الاطلاع بدوره في عمارة المساجد والاهتمام بها وتوفير احتياجاتها لتقوم بدورها في الإرشاد والتوعية. كما أوضح المدير العام لمكتب الأوقاف والإرشاد بالوادي والصحراء محمد بلفاس أن عملية التوزيع الحالية للمساجد المستفيدة في مديريات سيئون وتريم والقطن وشبام وحورة ووادي العين في إطار المرحلة الأولى التي ستليها مرحلة قادمة لبقية المساجد الأخرى التي يشرف عليها مكتب الأوقاف ويدير إدارتها، ويتم تنفيذ خطة التوزيع حسب أولويات احتياجات المساجد. كل الشكر والتقدير لهذه الإدارة، وكل الشكر والتقدير لكل طاقمها من مديرها إلى كل موظفينها، وأيضا على جهودهم في تحصين والوقوف على كل مساجد الوقف والاهتمام بها والتدخل فيها بشكل أساسي. نتمنى من كل القائمين على كل هذه المساجد وعلى أيضا مدراء عموم مديريات التعاون الكبير مع هذه الإدارة لتنسيق وتحصيل ووقوف على الوقف بشكل عام كمسائل وكأوقاف وكنظارات. هذه المرحلة جاءت بتوفير المكيفات الصحراوية والأجهزة الخوازن الكهرباء مع البطاريات والمنظفات للمساجد. المرحلة الأولى استهدفنا ما يقرب من 200 مسجد على حسب الاحتياج كمرحلة أولى بتوفير هذه المتطلبات لهم في مديريات سيئون وتريم والقطن وشبام وحورة ووادي العين بكلفة تجاوزت 30 مليون ريال يمني. افتتح المدير العام لمديرية العبر سالم بن ملهي الصيعري معمل حاسوب مكتبي لطلاب مدرسة وثانوية العبر للتعليم الأساسي والثانوي لتسهيل العملية التعليمية ولمواكبة التطور العلمي، الذي يحتوي 40 جهاز حاسوب مع ملحقاته لخدمة طلاب المديرية والنازحين فيها الذين يتلقون العملية التعليمية بانتظام داخل المدرسة والثانوية. وأوضح المدير العام للمديرية أن المشروع يعد واحدا من عشرات المشاريع التي نفذت في قطاع التربية والتعليم، إضافة إلى مصفوفة أخرى تعتزم السلطة المحلية بالمديرية تنفيذها في القريب العاجل. ولفت مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية فؤاد مبخوت إلى أن السلطة أو إلى أن تدخل السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة ومكتب وزارة التربية في بناء وإنشاء معمل الحاسوب وحرصا منها على التعليم في مديرية العبر الصحراوية. في ذات السياق أكد سالم بن ملهي الصيعري خلال اجتماع ضم مجلس الآباء والمعلمين وأولياء أمور الطلاب الاهتمام بالتعليم والمساهمة الفاعلة في متابعة الطلاب والطالبات سعيا لتحصيل علمي متقدم. زار وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الغسيل الكلوي بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة للاطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى. وكان في استقبالهم مدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحرب والكوارث محمد درباع الشريك المنفذ والطاقم الإداري والفني. وتفقد مدير فرع مركز الملك سلمان بمحافظتي المهرة وحضرموت عبد الله بن مساعد العنقري
الأقسام الخاصة بالمركز، مشيدا بالخدمات النوعية التي تقدم للمرضى، مؤكدا على ضرورة استمرار تطوير قدرات الكادر الفني والطبي بدعم من الشريك المنفذ. من جانبه ثمن الدكتور محمد ذيب الدعم المتواصل من قبل مركز الملك سلمان للجمعية لتنفيذ أنشطتها الإنسانية في المحافظة. وفي الزيارة كرمت الجمعية الدولية مدير فرع مركز الملك سلمان عبد الله العنقري تقديرا للجهود وتمويله للخدمات الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي. شاركت اليمن في منافسات بطولة آسيا للشطرنج للهواة التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط بفريق مكون من 14 لاعبا ولاعبة، وحصل اللاعب فادي بجاش من محافظة لحج على المركز الأول في فئة اللاعبين غير المصنفين في البطولة، وأحرز أعلى نقاط بين اللاعبين غير المصنفين بمعدل 6 نقاط من أصل 9، وحصل بذلك على تصنيف 1617، فيما حصل اللاعب مراد بامير من محافظة حضرموت على المركز الثاني وحقق أعلى تصنيف دولي 1700 في ذات البطولة بين اللاعبين غير المصنفين، إذ يشارك في منافسات بطولة آسيا للشطرنج للهواة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة باللجنة العمانية وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي حوالي 204 لاعبين ولاعبات ممثلين عن 23 دولة. أطلق علماء أستراليون مشروعا لتطوير مستعمرة زراعية على القمر بحلول العام 2025 في إطار مهمة جديدة أعلن عنها تهدف في تطوير مستعمرة على سطح القمر. وقال الباحثون أن هذا المشروع يشكل خطوة أولى نحو زراعة نباتات من أجل تأمين الغذاء والدواء وإنتاج الأكسجين، وتعد هذه الأمور كلها ضرورية لتأسيس حياة للبشر على سطح القمر. وأوضح عالم الأحياء النباتية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بريت أن البذور ستنقلها مركبة فضائية، وبمجرد الهبوط على سطح القمر وزراعتها ستسقى البذور في غرفة مغلقة، فيما يتولى العلماء مراقبة أي علامات تشير إلى أن النباتات، وستختار أنواع النباتات استنادا إلى قدراتها على تحمل الظروف الجوية القصوى وإلى سرعة إنباتها. وقالت الأستاذة في الجامعة الوطنية الأسترالية كلينتون بيرت إذا تمكننا من إنشاء نظام لزراعة النباتات على القمر سنتمكن إذن من إيجاد نظام لزراعة المنتجات الغذائية في بعض البيئات التي تتمتع بأقصى الظروف على الأرض. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أمين عام محلي حضرموت يلتقي نقابتي الكهرباء والتوليد لمناقشة قضايا الموظفين. محافظ شبوة يناقش تحضيرات عقد مؤتمر شبوة الشامل. مدير عام الاستثمار بحضرموت في زيارة للشركة العربية للإسمنت المحدودة. حضور مشرف لليمن في منافسات بطولة آسيا للشطرنج للهواة بسلطنة عمان. السادة والسيدات، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حضرموت تي في، ودمتم في أمان الله.